تحدت الإرادة الفلسطينية صلف الاحتلال وقالت كلمتها ألا للمستحيل حينما أنشئت جامعة الأزهر غزة في العام 1991 بقرار من الشهيد الرمز ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية لتكون مؤسسة تعليم فلسطينية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتغرس فيهم حب الوطن والتمسك بالأرض. كلية العلوم هي إحدى كليات الجامعة التي اتصفت وما زالت بالطموحة الخلاقة، وعلى درب ابن حيان والبيروني والخوارزمي وأبو محمد الهمداني وابن سينا سار علماء كلية العلوم بجامعة الأزهر ليقدموا نموذجاً عربياً فلسطينياً يرسي قواعد البحث العلمي ليلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني من الموارد البشرية المؤهلة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، يهدف لتعزيز التنمية المستدامة والتميز في التعليم العالي النوعي عبر إدارة مثلى للموارد وتفعيل للمعرفة من خلال تعاون منفتح مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية. علماء نخبويون حصلوا على شهاداتهم العلمية العالمية والعربية، يقومون بمهامهم التدريسية والبحثية في جميع التخصصات العلمية، منهم 20 يحملون رتبة الأستاذية و20 يحملون رتبة أستاذ مشارك و7 من الأساتذة المساعدين و15 باحثا ومعيدا وفنيا. تمنح الكلية درجة البكالوريوس في 18 تخصصاً ضمن أقسامها الرئيسية، وهي قسم الكيمياء وقسم الفيزياء وقسم الرياضيات وقسم العلوم الحياتية وقسم الجيولوجيا وعلوم الأرض، كما تقدم بوتقة من برامج الدراسات العليا حيث تمنح درجة الماجستير في 4 تخصصات، ومؤخراً تم افتتاح برنامج الدكتوراه في الكيمياء. وخلال مسيرتها أسهمت الكلية في صناعة قصص نجاح لطلبتها، فمنهم من بدأ دراسته للدرجة الجامعية الأولى في الكلية، ومنهم من بدأ دراسته للدرجة الجامعية الثانية، ثم استكملوا دراساتهم العليا وعادوا ليلتحقوا بركب البحث العلمي والعمل بالكلية. تربط الكلية مجموعة من الشراكات العلمية مع جامعات عربية وعالمية كبرى، دفعت بعجلة البحث العلمي ووفرت بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والباحثين تماشياً مع متطلبات العصر، كما أن الكلية مزودة بمختبرات علمية ذات تقنيات حديثة وبمواصفات ومقاييس عالمية تجرى فيها التجارب العلمية التي تكسب الطلبة والباحثين المعلومات والمهارات اللازمة على أكمل وجه. في ربوع جامعة المؤسس تقف كلية العلوم لتكون صرحاً منتجاً للطاقات العلمية والمهنية الرصينة، وقد حققت الكثير من الإنجازات، ومن أهمها الفوز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في العلوم والتكنولوجيا الخاصة بفئة مؤسسات البحث العلمي المتميزة للعام 2015، حيث شاركت الكلية بما يزيد عن 400 من الأبحاث المنشورة في مجالات علمية محكمة، والتي بلغ مرات الإشارة لها ما يزيد عن 4400 إشارة، الأمر الذي جعلها الأكثر تميزاً على مستوى العالمين العربي والإسلامي. وحصد 2 من أساتذتها جائزتي اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي للعام 2014 في مجالي التقنية الحيوية الجزيئية والطاقات الجديدة والمتجددة. وحصل علماء الكلية على تمويل لبحوثهم العلمية من العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، ومنها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسة الداد الألمانية ومؤسسة فولبرايت
وصندوق دعم الجامعات الفلسطينية لاتحاد الجامعات العربية، كما فاز ثلاثة من أعضاء هيئتها التدريسية بمنحة زمالة التي يمولها بنك فلسطين، وثمانية آخرون حصلوا على تمويل لبحوثهم من خلال منحة إبحاث القطرية. ويزيد الكلية فخراً أن لديها ثلاث براءات اختراع مسجلة باسم أحد أعضاء هيئتها التدريسية. إن الإنجازات تبدأ بحلم وتنتهي بحقيقة، فقد زرع علماء رؤيتهم بتفان وإتقان ورووها بالعرق والجهد، فأنبتت نباتا طيبا تحدى قساوة الأرض وشح المياه، وخرج شامخا بنكهة فلسطينية وطنية خالصة. ولأن النبات الطيب لا يحمل إلا طيب الثمر، فها هي كلية العلوم بجامعة الأزهر تثمر بلا توقف لتكون منارة للعلماء ساعية للتميز في البحث العلمي وإبراز دورها الرائد في خدمة المجتمع، لتؤكد من جديد بأنها الكلية الباحثة عن الريادة في شتى المجالات.